اليوم مع عبد الإله ومشاهدين الكرام قصة ملهمة. بطل هذه القصة اللي هو محمد الخمسان الحاصل على الرخصة الدولية في الغوص والقفز المظلي. حياك الله محمد، أهلا وسهلا فيك ونرحب. شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. أساتذتي شكرا لكم جميعا، الحمد لله. ثم أشكر ولي العهد محمد بن سلمان على يعني دعم بشكل عام. أرحب أيضا بالمترجم لغة الإشارة عبد الله العقلة. حياكم الله. حياكم الله جميعا. في البداية أبغى أسألك محمد عن هذه التجربة، وكيف قدرت تتخطى كل الصعوبات للوصول إلى طموحك؟ أول الحمد لله، شكر الله ثم الأمير محمد بن سلمان، لأني أنا من 5 سنوات كنت أحاول البحث، أحاول أبحث وذهبت إلى أوروبا، وفي أشياء كثيرة كانت ممنوعة، إيش السبب ما أعرف. حاولت إلين وصلت إلى دبي، ولقيت أن في دبي في أمريكا يعني بالإمكان أن يأخذ، فقلت دبي أقرب أني أخذها، وأخذت البطاقة الحمد لله من دبي. الحمد لله. جميل. طبعا محمد يعاني من ضعف السمع، هل هذه كانت الإشكالية الأولى في طيب هذه الإشكالية الأولى في تعلم هذه المهارات، أنه هناك ضعف في التواصل ما بين الجهات المدربة المعلمة؟ يعني خلينا نتكلم عن أبرز التحديات اللي كانت هي الإعاقة بالنسبة له في تحقيق طموحاته. نعم، أنا لأني أصلا واجهت صعوبة كبيرة وكثيرة طبعا، لأنه يعني حاولت يعني أني أبحث وأبحث، ايوه ما في يعني عشان حاولت اني اخذ لين الحمد لله واجهت صعوبات، لكن الحمد لله ما وقفت واستطعت الحمد لله اني اخذها. طيب محمد، خبرنا اكثر عن شعورك وانت تقريبا في اعماق البحار، وانت برضو في يعني بتحلق في السماء بين الغيوم. شعوري الحمد لله يعني في البدايه في خوف بسيط يعني الحمد لله شوي بس، وبعدين الحمد لله ثانيا يعني يخف هالخوف، وحتى الحمد لله اني استطعت اني احصل على هالرخصه. في البحار ثانيا انا يعني افضل شخص يعني كنت موجود داخل البحر، لانه انا اصم ومعي لغه الاشاره، فمكان هذا جدا بسيط لي. ما شاء الله، يعني تحويل التحديات إلى إضافة أو قيمة مضافة في الإتقان، أكيد أنه أمر وقيمة عالية جدا. محمد تكلم أنه ما وجد أماكن تحتويه في البداية، عانى إلى أنه اضطر أنه يسافر. هذا الجانب، أهمية أنه كل الأماكن يكون فيها ممكنات لأي شخص والله عنده إعاقة معينة أو عنده تحديات معينة، يعني من معاناته نبغى محمد يتكلم لنا أكثر عن هذا الأمر حتى يكون في الحسبان بالنسبة لكافة الجهات المنظمة. أنا في البداية أنا يعني اللي كنت أدعم نفسي بنفسي، أسافر أنا بنفسي، يعني حاولت إني لأني أنا شفت الرؤية فيها تمكين ذوي الإعاقة، يعني تحمست إني أنا يعني أحقق هذا الحلم هذا ولا أقف يعني. عظيم. طيب محمد، وش الدافع اللي خلاك تصر إنك توصل لهذه المرحلة وتحصل على الرخصة الدولية وتكون قدوة للأشخاص اللي يعانون من نفس الإعاقة؟ لأنه الحمد لله أنا يعني ما أرى نفسي أني معاق، ولأجل ذلك يعني أنا أخذت البطاقة، ولأجل لانه الاول عربي، وهذا اللي خلاني اتحمس انا انه يعني احققها واني ما اوقف، لاني انا الوحيد، فعشان كذا يعني تحمس اني اخذها، لاني انا الاول عربي والخليج، يعني في الخليج الاول انا، فعشان كذا هذا من الاشياء اللي انا قاعد افكر فيها، اني قلت لازم اخذها. يعني هذا الشيء نفتخر به اكيد هالرياده لمحمد. وهنا السؤال، قبل شوي تحدث عن الرؤيه وانها بتمكن، طبعا فيها جزء مهم لتمكيننا ذوي الإعاقة، اليوم محمد شاف أنه في نقص في هذا الاتجاه راح مكن نفسه، انعكاسات هذا الجانب لذوي الهمم مستقبلا، إيش هي الخطط بالنسبة لمحمد في هذا الاتجاه؟ أنا مستقبلا إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا مع الرؤية إن شاء الله 2030 حاول إن شاء الله أني أصل لأهدافي وأصل، وشكر لولي العهد محمد بن سلمان يعني على تمكين ذوي الإعاقة.
انا طبعا مستقبلا ان شاء الله عندي ابغى الطيران اللي من دون مظله، يعني انا يقول عندي القفز والغوص والثالث ابغى اللي هي اللي يلبس البدله خاصه بالطيران، ثم القفز عن طريق الجبال، او هذه اللي تقريبا هي اللي ان شاء الله انا قاعد اشتغل عليها. رائع. طيب صراحه هو حفزني، انا عندي خوف من المرتفعات، وبنفس الوقت حابه اجرب هذه التجربه القفز المظلي، يعني ايش ينصحني، ايش الخطوه الاولى اللي ممكن انها تكسر حاجز الخوف هذا؟ اول شيء ان شاء الله في البدايه لازم واحد يقول هذا بسيط، في البدايه يكون في خوف بسيط، لكن لازم يعني الواحد يتعلم ويحاول يشوف الطريق حتى يصل الى هدفه ويصل الى النجاح. في البدايه لازم يعني لازم يكون في صعود، لكن بعدين يعني تكون ان شاء الله النجاح. جميل. في اسئله مهمه من داخل محمد ابغى نتعرف عليها. اليوم الواحد ترى ممكن يتعرض لاي نوع من الاعاقه، ممكن يحبط من اي طبعا طرف ما، ممكن يسمع راي سلبي، ايا يكن من الامور اللي قد تؤخره، كيف اتعامل معها نفسيا؟ كيف اتقدم دائما؟ كيف اكتسب مهارات جديده؟ كيف اواجه الحياه يعني بشكل واستمتع ايضا بالامور اللي يمكن لي فعلها؟ خلي محمد يعطينا ابرز النصائح في هذه الاتجاهات، لانه نبغى نستفيد من هذه القوه في داخل محمد اكيد. الحمد لله. يعني هنا في ارض السعوديه لازم نكون احنا فخورين، لان احنا في ارض السعوديه الحمد لله، لانه جميع الاعاقات باذن الله هنا يعني ما شاء الله كلها مدعومه، والرؤيه 2030 يعني ايضا هذه رؤيه قويه تدعم ذوي الاعاقه، وانا اقول لجميع يعني الابناء انه كل شيء مفتوح للسباحه، كل شيء مفتوح، يعني كل شيء مفتوح امامك، ما في اي صعوبات تواجهك. طيب هذه النصائح نقدر نقول انها نصائح عامه، لكن انا ابغى يوجه رساله للي يعانون من نفس الاعاقه ولكنهم مستسلمين. يعني انه انت نفسك الشخص، ايوه، حاول انك انت بنفسك انك تنتشر وتحاول انك تبحث وتطور نفسك للمستقبل، لان الرؤيه 2030 هذه يعني رؤيه مهمه لتمكين ذوي الاعاقه. جميل. طيب خلينا نروح شوي لتخصص القفز المظلي. ودي اساله، هو في السماء كيف قاعد يشوف الارض؟ كيف الاشياء اللي يحسها يتخيلها؟ وده يدخلنا في التجربه هذه، خصوصا اول مره جرب القفز المظلي. يقول أنا أول شيء كنت مع مدرب طبعا في مرحلة القفز، الثانية كان ماسكني، أو أول شيء كان أمسك مسك تام أول شيء. بعدين يكون تكون في 180 درجة دوران، ثم 90 اللي بزاوية 90 دوران، ثم يمسكك هو ويمسكك، يعني يحاول انه ايش، بعد يمسك مع يدك ويمسك مع الجنب، ثم نحاول يطلقك، وهي كذا تكون يعني تدرج. يقول في ناس وراي يعني يحاولون يعني يتحكمون فيني، تشوفون مثل ما تشوفون الان، انه بعد اسبوع المدرب يحاول يعلمك انه بعد اسبوع من التدريب ممكن تنطلق لحالك. لكن الشعور الداخلي بالنسبه لمحمد، أكيد أنك لما تشوف الأرض من فوق غير وأنت عايش عليها. طبعاً. شعور صعب أكيد، بس يعني سبحان الله، أنا يعني مثل الحين يعني مثل ما نشوف الآن، يقول سبحان الله، يعني أنا صعب إني أعبر عن الشعور، يعني الشعور يقول شعور صعب اكيد، بس انه الحمد لله كل شيء ممكن الحمد لله. بما انك قال شعور صعب، انا من هذا المنطلق بسالك سؤال، وش الاصعب، القفز المظلي ولا الغوص في اعماق البحار؟ انا اشوف انه القفز المظلي هو اصعب من الغوص. ليش؟ في البحر والغوص يعني، بس اللهم نعاني مشكله من الضغط، بس هذه اختلاف يعني، في الغوص فيه اللي هو الضغط، فوق ما في ضغط، بهذا الاختلاف يعني. يعني احنا سعدنا بوجود محمد معنا، نتمنى له التوفيق في كل المغامرات القادمة، والجميل انه محمد قاعد يحترف ياخذ رخص، نشوف ان شاء الله مدرب وينقل هالتجارب للجميع يعني،
وكل التحديات اللي مر بها ان شاء الله انه ان شاء الله يعديها ويسهلها لغيره. يقول ان شاء الله. انا طبعا في الختام اشكر نادي الصم في الرياض هنا على 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 دعمه المستمر وتطويره لنا، واستفدنا كثير منه. يعني ممكن هي الجهه اللي تدعمهم اللي هو نادي الصم. انا ابغى حاجه واحده اقول في المستقبل انه يكون ما شركات او مؤسسات او جهات حكوميه يعني تقدم لي الدعم. ليش؟ لاني انا شخص يعني صعب اني ادعم نفسي بنفسي على طول، لكن اذا في جهات تدعمني راح تختصر علي الوقت ويكون النجاح اسرع لي انا ان شاء الله يا رب. احنا نؤكد ذلك، وبالعكس احنا داعمين لمحمد وداعمين لهالانجازات، ودائما وابدا بنكون اولا باول محمد، وتستاهل الدعم اخوك. وما تواجده هنا في الإخبارية إلا دعم ووقوف إلى جنبه أكيد، وإحنا فخورين فيه، وإن شاء الله منها للأعلى، وإن شاء الله المرحلة القادمة في المستقبل حنشوفه مو بس الأول على المستوى الخليج والوطن العربي، الأول بالعالم إن شاء الله على مستوى العالم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لكم، شكرا محمد الخمسان، وأيضا نشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله العقلة على حضورك ودعمك، وأيضا من خلال إيجاد الترجمة بلغة الإشارة. شكرا جزيلا لكم.